ظروف الحياة القاسية التي عاشتها لم تروض ثورة صاحبة كتاب أنتيمبل أو غير قابلة للترويض، الرئيسة التنفيذية لبنك الموارد اللبناني ورئيسة المجموعة الخاصة بالتنوع بين الجنسين في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتورة نهلة بودياب. كلمة مصارف تعني اليوم في لبنان بعبعاً كبيراً وأزمة أكبر، ولكن الدكتورة نهلة خداج بودياب الرئيسة التنفيذية لبنك الموارد اللبناني والحائزة على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول في مجال إدارة الأعمال التطوير التنظيمي والقيادة تعاطت مع الأزمة بإنسانية شديدة، كيف لا؟ وهي التي عملت لأكثر من 40 عاماً في مجال الإدارة العليا في منطقتي أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وتخصصت فيما يعرف بالروحانية داخل المؤسسات، بعدما قررت أن تضع الإنسان على رأس قائمة أولوياتها نتيجة موقف صعب كان بمثابة هزة أيقظتها وجعلتها تستدير وتغير مسارها تماماً. بمسيرتي المهنية من 30 سنة بكندا جبرنا نعمل قرار لنوطي الكوست، واخترت أنا وطي الكوست لما انطردت أحد الموظفات ليلة عيد الميلاد. لما صار هيدا الشيء طلعت بعيونها وكأنه حدا زت ثلج على وجهي، مثل اللي كان نايم ما عارف هو مين وصحي وما صدق هو شو عم يعمل. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك بقرة عملي. دكتورة نهلة خداج بودياب، نرحب بك معنا في برنامج لهالكلمة. أنت الرئيسة التنفيذية لبنك الموارد اللبناني. عالم البنوك في الذهن الجمعي هو عالم المال والأرقام، لكن سمعناك في التقرير تتحدثين عن حادثة قلبت حياتك وجعلتك تضعين الإنسان قبل الأرقام. قبل التطرق إلى هذه الحادثة نريد أن نتعرف أكثر على دكتورة نهلة بودياب، المرأة المدمنة على العمل التي وصفت بالمرأة الحديدية في أولى سنوات مسيرتها المهنية. حدثين عنها. بلشت حياتي عبكافح لعيش، وبالتالي هالطاقة كلها كانت جاية من حاجة إني أشتغل وساعد أهلي. لما نكون عم نشتغل بهيدا الإطار ما منفكر كتير إلا بكيف بدنا نحافظ على وجودنا بالمؤسسة وهنحافظ على نمونا بالمؤسسة. نوصل لمرحلة بدنا نوقف ونتساءل مين نحنا؟ هل نحنا موجودين لنعيش حياة بتتمثل بأنه نوعى عبكرة ونشتغل لنعيش؟ الإنسان بيوصل لمرحلة بده يتعرف على نفسه، لأنه إذا اشتغل وبيقفى راسه وعم يشتغل بس من أجل الحياة مش ممكن يولع شغفه، بينما إذا قدر يجيب شغفه على الشغل حتى لو كان شغله مش الشغل المثالي اللي هو بيحب يعمله، في حول شغله ليصير عمل ملان شغف. لقب امرأة حديدية الذي أطلق عليك في كندا يعني وضع عليك مزيد من المسؤوليات، أم وصف بالفعل شخصية دكتورة نهلة وعلاقتها بالعمل؟ فكرة الامرأة الحديدية بتجي لأنه بهيدي المرحلة من حياتي ما شغلت عواطفي بحياتي العملية،
كان كل أدائي مربوط بالتحاليل العلمية، بالتحاليل بإدارة الأعمال، وبهذا الوقت من حياتي ما شغلت مشاعري، وبالنهاية قراراتي كانت خالية من العواطف. من امرأة مدمنة على العمل إلى أخرى تضع الإنسان في المركز وفي الصدارة، حدثينا عن تلك النظرة التي واجهتها لك امرأة قمت بطردها ليلة عيد الميلاد، كيف غيرت نظرتك إلى الأمور بشكل جذري؟ في نهلة قبل هذه التجربة وفي نهلة بعد هذه التجربة. قبل هذه التجربة كان في صبية عم بتكافح لتعيش ومستعدة تشيل أي شيء ممكن يأثر على قدرتها أنها تعيش. كنت شوف الموظف رقم أنا عم ديره ليعطي المؤسسة. كان أسلوبي الإداري كتير لائق وكتير لطيف، ما كان عندي أساوي بكيف بدير الموظفين، بس الفرق إنه ما كان يهمني كتير أعرف أي شيء عنهم برات إطار العمل. لحد ما مرقت بهيدي التجربة اللي عملت نهلة ما بعد هالتجربة، تغيرت نظرتي للحياة وأنا تغيرت. وهذا الشيء صار لما كنت الشركة اللي كنت أشتغل فيها كنا مضطرين إنه نوفر كلفة، ونهايتها كانت إنه أنا كنت مضطرة إني أطرد موظفة معينة بطلنا نحن بحاجة إلها. وقررت أعمل هذا الشيء بليلة عيد الميلاد قبل ما فلوا كلهم على البيت. قعدت عم بحكي معها، أنا أبداً ما كان هدفي لا أجرحها ولا وجعها ولا أؤذيها. وتذكري شغلي بكندا ما بتفكري كتير بالناحية الإنسانية، ليش؟ لأنه في دولة بتهتم بأي إنسان بيخسر عمله، وبالتالي أنا مني مضطرة أعطى الهم هالشخص، لأنه هي لما تنطرد من شغلها الدولة رح تدفع لها مصاري لتعيش. وبالتالي ما فكرت بهالموضوع نهائياً، قعدت أنا وياها وشرحت لها أنه نحن مضطرين نوفر، وأنا بعتذر منك كتير لأنه نحن ما فينا نخليكي موظفة عنا. أنا عم بحكي بكل ما كان في عذاب، أريحية، روبوت بروجرام وداير. طلعت فيي، وأول ما طلعت فيي نظراتها حسيت كأنه حدا زبط علي هيك سطل ثلج وذكرني إنه أنا إنسان. نظراتها ما حكت شيء، نظراتها دمعوا عيونها وطلعت فيي بنظرات كانت بوقتها مؤلمة كتير بس وعتني إنسان تاني. حسيت صرت اطلع انه انا مين وانا شو عم بعمل وشو هدف وجودي. هدف وجودي اني اكون امراه حديديه عم بتساهم انه المؤسسه تطلع مصاري، وعم بستغل الطاقات البشريه منشان الهدف المؤسساتي. وهون قررت انه هيدا الشخص اللي طرد هيدي الموظفه ليله عيد الميلاد انا ما بدي يكون هو، لانه انا ما حبيته. ليلتها تغيرت حياتي. يعني في بداية سنة جديدة كأنك تودعين، صح، نهلة في السنوات الماضية وتستقبلين، يعني كأنك صحوتي على الشخصية، صح، الحقيقية. حديثة الموظفة وليلة عيد الميلاد دفعتك إلى ابتكار أسلوب عمل جديد والقيام بخطوات لتغيير مسارك في العمل. حدثينا عن هذا الأسلوب الجديد وكيف تغيرت تماماً بعد هذه الحادثة. انطلقت من محل الإنسان موظف متوقع منه أداء معين لمحل الإنسان سحر، سحر رائع. وبلشت اشتغل على، بلشت اعمل بحوث لبرهن انه الانسان اذا قدرنا تعاطينا معه بانسانيه ونسينا كل شيء ثاني رح يظهر ابداعه ورح يعطي المؤسسه كثير اكثر، بس رح يعمل هيدا الشيء
وهو سعيد. رحت كلياً على محل مختلف، وبهيدي المرحلة قررت غير شغلي، وقررت أنه أنا كل الشغل اللي أنا ممكن أعمله بده يكون الباز تبعه الإنسان، بمعنى أنسنة الإدارة. هو صح، أنسنة في أدلة وبراهين علمية بتفرجي أنه إذا بتتعاطوا بهالطريقة مع الإنسان بقلب المؤسسة، نتيجة المؤسسة راح تكون أكتر بكتير مما أنتوا بتتوقعوا، بس الفرق أنه راح توصلوا لهالنتيجة وأنتوا عندكم عناصر مبسوطة وكتير متضامنة مع بعضها. رغم نجاحك في كندا، قررت العودة إلى لبنان عام 1995، ثم الالتحاق ببنك الموارد اللبناني الذي لازلت تعملين فيه منذ 23 عاماً. اللافت أنك ألغيت الطبقية داخل هذا البنك. حدثينا دكتورة نهلة عن طبيعة عملك ومسؤولياتك داخل البنك، وعن هذه الطبقة الواحدة ماذا تعني وما أهميتها بالنسبة لك وبالنسبة لعائلة بنك الموارد اللبناني. قرار العودة على لبنان كان قرار كتير فيه شغف، وقرار عملته من بعد ما اكتشفت شو عناصر السعادة عند الإنسان، عندي أنا شخصياً. كان عندي ابني الكبير عمره سنة، وتذكري أنا بكندا عانيت كتير، اكتشفت إنه شعور الانتماء حلو، وكنت حابة إنه ولادي يجوا على لبنان يحسوا حالهم إنه هني لبنانية، هني عرب، لأنه هيدا الشعور مش ممكن تاخديه إلا إذا فات بدمك، إذا عشتيه. هيدا كان دافع أساسي للقرار. جينا وكنت بهالمرحلة بحياتي عندي شغف الإنسان، وعندي شغف المرأة، لأني كنت مكتشفة قديش المرأة عندها قوة هائلة. في مثل بيقول علم امرأة بتعلم بلد. المرأة عندها القدرة إنها تأثر بشكل كتير كبير على محيطها. وإذا بدك تبرهني هيك شيء، ما بتبرهني بكندا وأمريكا، بتجي على محل القلم. أنا جيت على محل في قلم. في وطنك. صح، يعني بحثتي عن العلاج في موطنك. كان عندي رؤية كيف هذا الموضوع بيتصلح، وإذا بدي برهنه بدي برهنه بمحل صعب، ولبنان صعب بهذا الإطار، لبنان كتير صعب. سو إذا قدرت أنا أعمل معالجة بمحل هالقد صعب، معناتها المعالجة هي صحيحة وبتمشي بكل دول العالم. موضوع الطبقية بالمؤسسات موضوع كتير مهم. خليني أرجع شوي للهدف. إذا أنا هدفي الإنسان يكون مرتاح، ما يكون عنده خوف، ما يكون عم بيحط كل جهده ليكافح حتى الإدارة تشوفه وتشوف إنجازاته، إذا أنا هدفي أنه المؤسسة تكون سريعة، سريعة بالقرارات وسريعة بالخدمات اللي بتعملها، واضح أنه الطبقية بالمؤسسات رح تأذي هذا الموضوع أكيد. تخيلي حالك حضرتك موظفة بمؤسسة، بينك وبين رئيس التنفيذي تبع هالمؤسسة في 30 طبقة، هذا شيء طبيعي بالمصارف. تخيلي أنت عمرك 20 سنة وحاضرة للإبداع، وعندك ذكاء وعندك بنية وعندك شغف، تطلعي ب30 طبقة فوقك رح ينطفي كل هالشي، لأنه هالثلاثين طبقة عم بيقولوا لك أنه أنت لا توصلي عندك كذا سنة. أنا بآمن أنه 60 ما إلى قيمة، قدي الإنسان في يعطي هي اللي عندها قيمة. القيادة بمؤسسة بلا طبقية بدها كتير شجاعة، وبده واحد يكون كتير مرتاح مع نفسه، وبده الإنسان يكون عن جد فاهم طعمة الحب والمحبة وحابب يعيشها. المرأة ما لازم تقود مثل الرجل، وهي ما لازم تنافس الرجل. الرجل بحاجة إنه المرأة تقود كمرأة، وتلبس كمرأة، وتتصرف كمرأة،
وتتعاطى بشغف وتتعاطى بحب وتستعمل الطاقات اللي ربنا اعطاها اياها لتستعملها بعائلتها، تستعملها بالمؤسسات اللي هي عائلة ايضا بالنهاية. صح. يعني مجموعة اشخاص كما في العائلة في الإدارة او اي مكان اخر يجمع عدد من الاشخاص. نجحتي ايضا في طفولتك وشبابك في تخطي الكثير من العراقيل والتنمر والمضايقات، هذا ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد الفاصل. ما حدا يفكر إنه الغربة حلوة. نحنا تغربنا وعشت الجحيم بغربتي. كنت طفلة تعرضت للتنمر، للضرب بالمدرسة، الرفض المطلق لوجودي، بس هاي المواضيع بتبقى مخباية لأنه الناس بتخاف تحكي عنها. دكتورة نهلة خداج بودياب، أولاً شكراً لاستضافتك لنا في بيتك وفي حديقة بيتك الجميلة. أهلاً وسهلاً. ولدت في عائلة محافظة، ووالدك رغم أنه درس القانون إلا أنه لم يكن متحمساً كثيراً لتعليمك بسبب خوفه من أمور كثيرة. مما كان يخاف وكيف تعاملت مع خوف الوالد؟ بعتقد الرجل الشرقي بخاف على سمعته، بخاف من المجتمع، وبما انه ما قادر يسيطر او يضمن تصرفات اولاده بيفكر انه اذا سيطر عليهم رح يحمي حاله من اي عار او من اي انتقاد اجتماعي. بوقتها كنت صغيره، ما كنت افهم، سو كنت اتلقى هيدا الخوف بصعوبه، لانه كنت اعتبر انه والدي عم يمنعني أعمل اللي بدي إياه، عم يمنعني أحلم، عم يمنعني أتعلم اللي هي بالنسبة إلي كان الحلم المطلق حتى الإنسان يتحرر ويصير منتج. سو بوقتها ما كنت فاهمة وكنت أتساءل يا ترى بيحبني؟ كيف ممكن بي يمنع بنته من الدراسة؟ هلأ لما نفكر ببي بتعاطف كتير معه، لأنه بفهم إنه بلكي من كتر حبه هيك هو عبر عن حبه. فكر إنه إذا سيطر رح يحميني، فكر إذا أنا ما تعلمت وبقيت تحت نظره تحت جوانحه أنا رح كون بأمان. لما تشوفيه عم بعيد من بعد ما تكبري وتصيري ناضجة بتصيري تفهمي أكتر وغضبك بيختفي، لأنه بتصير تعاطيك مع هيدي الحالة هي تعاطف. والدي كان يعتبر إنه الذكور لازم يتعلموا لأنه هن مسؤولين عن عائلة، بينما البنت ما في داعي يجبرها تتعلم، وبالتالي الواجب الأولى بالنسبة له يخليها بأمان ويخلي سمعتها منيحة إلى أن تتزوج. إلى أن تتزوج. وأنت تفهمت ذلك لاحقاً عندما كبرت وأدركت. صح. عندما بدأت الحرب الأهلية في لبنان دكتورة نهلة، سافرت عائلتك إلى كندا وهناك عشت تجربة قاسية تصفينها بالجحيم في المدرسة تحديداً. تم التنمر عليك إلى درجة العنف الجسدي. التنمر على ماذا إذا كنت تذكرين؟ أكيد لن تنسي ذلك. وكيف تعاملت مع هذا السلوك؟ أعتقد أي طفل بيمرق بهيك تجربة مش ممكن ينسى، بيخدها معه على لكل حياته، بتضل معه هيدي الذكرى. التلاميذ بالمدرسة تعاطوا معي بخوف. أول شيء ما كنت أحكي اللغة وما كنت أشبههم، ما كنت أفهم تقاليدهم. شافوني حدا كتير بعيد عن هذا المجتمع وعن هيدي التقاليد، وأول خيار كان إني انرفض. ما عرفت تفاعلت مع هذا الموضوع لأنه أساساً لغوياً رفض من قبل التلاميذ، من قبل التلاميذ الصف، من قبل تلاميذ المدرسة.
وأنا ما عرفت أتعاطى مع هيدا الرفض لأنه ما كنت أحكي لغة، وفتت بهيدي الدوامة، وصلت لمرحلة كان لما يدق الجرس الفرصة أنا أحضر حالي نفسياً إنه أنا ظاهرة أتعرض لهالنوع من التعنيف من زملائي بالصف مش من حدا غريب. وهيدي الحالة بقيت تقبلتها، صارت شقفة من حياتي، تقبلت إدارة المدرسة، المعلمون، لم تخبري أحداً، لم يتحرك أحد لوقف هذا العنف. أي إنسان مارق بتجربة التنمر بيعرف إنه تروحي تحكي وتستنجدي هو قرار كتير صعب، لأنه هيدا قرار ممكن يرتد عليك. آخر شيء ما حدا في يحميك كل نهار بالمدرسة، وأنا كنت دايما أفكر رغم أني كنت ولد صغير إنه أيها أهين أتأقلم مع هيدا التعنيف أو أني صعبه على نفسي وروح أشكي وما أعرف شو معقول يصير إذا أنا رحت حكيت وشكيت. بعتقد أي إنسان مارق بهيك تجربة بيفهمني كتير منيح، مش سهل أبداً نجي نقول لطفل صغير تعا خبر إذا حداً أذاك، أو تعا خبر إذا حداً عنفك. بعتقد إنه تسلطت الأضواء على التنمر كتير اليوم، بأيامي أنا كان ما فيك تحكي عن هالموضوع لأنه مش شيء واضح وبسلط عليه الأضواء. بتصور إنه كان يصير نفس الشيء بس ما كان موضوع ينحكى فيه. ما تنسي اليوم عنا سوشيال ميديا، سو فيك تحكي، فيك توعي، فيك كتير تعبري عن هذا الموضوع، وتم سن قوانين حتى ضد التنمر. بس أنا أعتقد أنت كنت من الضحايا الأوائل الأوليات، بس بعد في ضحايا. أنا بتمنى إنه يكون الأشياء اللي عم بتصير عم بتخفف من هالتجارب، ولكن إذا كان هالتجربة هي نتيجة خوف الإنسان من الإنسان، أنت ما فيك توقفي التنمر، أنت بدك تحلي أزمة خوف الإنسان من الإنسان الآخر، هيك بتوقفي التنمر. من هذه التجربة القاسية دكتورة نهلة، ماذا تقولين اليوم لكل من يتعرض للتنمر من أطفال ومراهقين في المدارس تحديداً في قلب نصيحة ربما؟ إذا أنت عم تتعرض للتنمر، هي المشكلة باللي عم بيعرضك لهذا الشيء، اللي عم بيمارس التنمر، مش غلطتك، وأنت ما بتحمل ولا مسؤولية على هاي التجربة وكيف الناس عم تتصرف تجاهك. تفضلي ست ليلى، اهلا وسهلا ببيتنا. بتعرفك على زوجي غسان؟ اهلا وسهلا استاذ غسان، اهلا وسهلا فرسايد. اهم عملاق بحياتي، تفضلي. يعني عندك عمالقه كثير في حياتك؟ ولادي واحد ما شاء الله. تعرضتي ايضا لشكل من اشكال المضايقات والضغوط تتعرض لها نساء كثيرات في العمل تحديداً، تعرضت لذلك في سنوات عملك الأولى، ولكنك كنت قوية، لم تنتقمي رغم أن الفرص سنحت لك بالانتقام لاحقاً. كيف عشت تلك التجربة دكتورة نهلة، وكيف تنظرين إليها اليوم؟ هيدي المرحلة من حياتي كان عمري 17 سنة، وكانت مرحلة مرعبة جداً، بس ولا مرة حسيت أني لوحدي. يعني كنت فوت على المكتب، مضي 9 ساعات من نهاري عم بشتغل وعم بحكي مع الله. سو كنت انظر للحياة انها تجربة ربي عم يمرقني فيها ليمتحن ايماني. هو الضغط كان كتير كبير علي انا خصوصا، لانه كان بناقض تقاليدنا وعاداتنا والاخلاق اللي نحن مربيين عليها. وبالتالي صار علي ضغط من مديري المباشر، وكانت تجربة جدا صعبة، وصعبة أكثر لأنك ما فيك تخبري حدا مرة تانية. سو دايما بتشوفي لما نمرق بهيك تجارب الخيار إنه نروح نخبر ونستنجد بحدا منه خيار هالقد سهل، لأنه ممكن إذا رحتي خبرتي حدا تزيد عليكي ما تنقص وما تنحل.
صحيح أنك كنت المرأة الحديدية في العمل دكتورة نهلة، ولكنك كنت أيضاً حديدية حتى قبل العمل، بمعنى أنك تحديت عدم رغبة أهلك في دخولك الجامعة، فدرست ليلاً وعملت بجد وإصرار اللافتين، حتى أنك أصبحت وأنت في عمر 21 مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة لها 14 فرعاً في كندا. من أين ولدت هذه القوة وهذا الإصرار على النجاح؟ أنا دائماً بقول بكل تجربة مبينة علينا سودة، في نقطة بيضة فتشي عليها، لما تفتشي عليها رح تلاقيها. ما في تجارب بس كلها سودة، ورحت صرت فتش بكندا شو في مجالات دراسة بالليل، لأنه ما كانت واردة أبداً أن أشتغل بالنهار، ولقيت جامعة بكندا فيها بتدرس إدارة الأعمال، والحقيقة أنه ما كنت قادرة أدفع لأتعلم، سو الشركة اللي أنا بشتغل فيها هي اللي دفعت على تكاليف دراستي. والحقيقة هي كل دراستي لحد الدكتوراه دايماً أرباب العمل اللي أنا بشتغل معهم كانوا هني يتكفلوا بأنهم يدفعوا لي، لأنه كانوا يشوفوا فيي قوة هائلة ووفاء هائل، وبالتالي يحبوا أنهم يستثمروا فيي. ماذا يلزم لإنسان يمر بمثل التجارب التي مررت بها لكي يدرك في النهاية أنها في مصلحته وليست ضده لإسقاطه أو إضعافه أو غيره؟ أهم شغلة ردود الفعل، ما نعمل ردات فعل. نحن معودين لما يصير شيء بحياتنا قاسي فوراً بنعمل ردة فعل. لما تعملي ردة فعل دائماً بتكون عن غضب أو عن عذاب أو عن قهر، هيدي ردة الفعل فوتتك بدائرة ما بتخلصي منها، بتفوتي من أسوأ لأسوأ، وكل شيء سيء بيصير معك بتعملي له ردة فعل وبتعلقي. أنت إذا بتعملي ردة فعل أنت عمية ما رح تشوفي شيء، بينما إذا منهدى شوي ومنتذكر أنه في قوة خلقتنا تتوضح الطريق والصورة، بتصيري تعرفي كل خطوة بدك تعمليها، وبتعمليها بثقة وبراحة شو ما كانت الحالة اللي عم تعيشيها. قبل عودتك إلى لبنان قبلت بالعمل لمدة 6 أشهر مجاناً دون راتب، شيء لا يفعله ولا يقدم عليه ولا يقبل به كثيرون. لماذا قبلت ذلك دكتورة نهلة؟ ماذا كان هدفك من هذه الحركة وهذا القبول؟ ولماذا عدت إلى لبنان رغم العروض الكثيرة التي كانت أمامك في كندا؟ أول شيء بحب أقول أنه وضعي المادي ما كان يسمح لي أشتغل ببلاش، ما كنت أنه أنا عم بشتغل ببلاش بس أنا ماشي حالي مادياً، ما كان يسمح لي. قررت أنه أنا بدي أتقرب من أني أكتشف قدرات الإنسان، ولا أقدر أوصل لهالهدف كان عندي مجال أني أشتغل بشركة استشارات إدارية بكندا بوقت كان ما في كتير من هول الشركات موجودين. هاي الشركة كانت تختص بموضوع الإنسان وشو بيقدر يعمل الإنسان. قدمت ما أخذوني لأن ما كان معي ماجستير، وكان في كتير خصوصية لمين مين أفضل شخص إنه يكون بهاي الوظيفة. لقيت الحل الوحيد إني أقدر إني أخذ فرصة إني أعرض خدماتي 6 أشهر ببلاش، واعتبرت إنه 6 أشهر أول شيء بتعلم، تاني شيء بفرجيهم عن قدراتي، وإذا لقوا إنه أنا أهل لكون بهيدا المركز ساعتها رح يعطوني عرض إنهم يستقبلوني. وهيك اللي صار. 6 أشهر مادياً كانوا 6 أشهر عذاب ما في شك، لأنه ما كان في مدخول، بس تعلمت كتير شغلات وصار عندي شغف أكتر إني يكون بهيدا المجال وأتعلم من هيدي الشركة. والحمد لله على 6 أشهر هني صاروا خايفين إني أنا أتركهم، وهذا نجاح كتير كبير بالنسبة إلي. أصبحوا متمسكين بك. صح. بعد كل التحديات التي عشتها ومررت بها
إما قبلت بها طوعا أو فرضت عليك فرضا بعد كل هذه المسيرة بكل ما فيها، كيف تصفين حياتك اليوم دكتورة نهلة؟ بعتقد أنه السعادة هي حقيقة مختلفة لكل إنسان. أنا بالنسبة إلي لمن تقدري توصلي لمرحلة أنه العالم الخارجي مش هو يأثر على سعادتك، هيدا المحل اللي أنا بدي يكون فيه، محل سلام داخلي. عندي مشاكل مثل كل الناس، مشاكل من العالم الخارجي، أنا موجودة هون، واللي بيساعدني إني أبقى هون هي زوجي أكيد، ولادي أكيد، العالم اللي بشتغل معه أكيد، بس إنه أنا بختار مين بيفوت على عالمي. العراقيل لم تروضك ولم تكسرك، بل زادتك إصراراً على النجاح وإيماناً بالإنسان وبالمحبة. رفضت أن تكوني ضحية، وهذا ما سنتطرق إليه في قسمنا الأخير من هذا اللقاء. الحياة دايما بتعطينا خيارين، الخيار انه نشعر انه نحن ضحية، او الخيار اللي نحن فينا نبدع. الله يعين المجتمع اللي المرأة بتحس انها ضحية فيه. تقولين دكتورة نهلة انه من الخطورة بمكان ان تشعر المرأة بانها ضحية، وانت رفضتي ان تكوني ضحية. تذكرين أيضاً أنه المرأة هي أساس السلام في الكرة الأرضية، في العالم بأكمله، وإذا ساعدنا المرأة، هذا كلامك، فإنها لن تشعر بأنها ضحية بعد ذلك أبداً، وأن الرجال هم أكثر المستفيدين. أين يكمن الخطر في شعور المرأة بأنها ضحية، وكيف أنت قمت بمساعدتها؟ لما اطلع بالمرأة وبشوف مدى تأثيرها على الرجال وعلى الأطفال وعلى الأجيال، هذا الشيء بخليني ركز على المرأة، لأنه المردود من وراء المرأة هو كتير كبير. المرأة عندها قدرات الله عطيها إياها، بس هالقدرة الهائلة على العطاء إذا شعرت إنها هي ضحية تتحول لقدرة تدميرية، لأنه هالقوة تبعنا اللي هي موجودة لنأثر إيجاباً ولنجمع ولنقرب الناس من بعضها ولنعمل سلام، هي ذاتها هيدي القوة. إذا قمعت وكتمت تتحول إلى تتحول لغضب وتتحول لأذى وتتحول لوجع، طاقة سلبية، وهيدي الطاقة السلبية بدها تترجم بتربية الأطفال، بالتعاطي مع الرجل، بالتعاطي مع المؤسسة. وبالتالي المرأة قدرة كتير قوية ضروري الاهتمام فيها. حضرتك سألتيني كيف منساعد. الطريقة اللي نحن عم نشتغل فيها، نحن بنعمل دورات كتير مهمة فيها ثلاث أقسام. أول قسم بيعطي المرأة أدلة وبراهين علمية من علم الفيزياء، الكوانتم فيزيكس، الإبيجينيتكس، النيوروساينس، علم لنبرهن لها إنه هيدي الطاقة هي موجودة فيها ومبرهنة علمياً. نرجع بتاني بارت، منعلم اللي عم يساهموا بهالتدريب كيف بياخدوا هالمبادئ العلمية وبيترجمون لحياتهم. منساعدهم إنهم يعملوا بلانز، بيقعدوا وبيكتبوا أنا لأوصل لأستعمل هيدي الطاقة العلمية لازم أغير هاي الشغلات بحياتي. وبعدين منقلهم ننطلقوا ونفسوا، وبهيدي الجمعة، جمعة التنفيذ، منعطيهم دعم كتير كبير. بيكون في تواصل مني شخصياً مع كل امرأة وحدة لأقدر ساعدها بالثغرات أو بالمشاعر السلبية اللي هي ما عم تقدر تتخلص منها.
لما نعمل هول الدورات التدريبيه شو بنكون عم نعمل؟ اول شيء عم نخلي المراه تتطلع بكل هالتجارب القاسيه بوجعها، عم تتطلع فيهم بنظره مختلفه كليا، مع اخذ مسافه مع هذه المشاكل. رح تصير تحبهم. يعني انا بتطلع بتجارب القاسيه، حدا بيقول لي اوف حرام كيف صار معك هيك، انا بتطلع بقول لهم بس انا لو ما صار معي هيك ما تعلمت شيء، انا بسبب هيدي التجارب انا واقفه قدامك وعم بحكي. اتحاد المصرفيين العرب منحك جائزة التميز في القيادة لتعزيزك مفهوم انتقال تمكين المرأة إلى مفهوم التنوع بين الجنسين، ما هو هذا المفهوم؟ أنت لما تضلك تحكي بتمكين المرأة بمحل معين عم بتبرمجي اللاوعي تبع الناس اللي عم تسمع هالكلمة بموضوع خطير اللي هو إنه المرأة ضعيفة بدها تمكين. وأنا برأيي المرأة منا ضعيفة ولا بدها تمكين، المرأة بدها مساعدة لتنقل من شعورها بالأسى لأنها انظلمت وتتعاطى مع هول المشاعر بشكل إيجابي، لتنقل لمحل وتشع نورها وتولع قدرتها إنها تساعد العالم رجالاً ونساءً. وبالتالي ما في مؤسسة بتمشي بلا ما يكون في تناغم بين رجال ونساء. إذا شفتي بس رجال لازم تخافي، لأنه لازم تعرفي إنه في طاقات منا موجودة بهالمؤسسة. وإذا شفتي بس سيدات لازم تخافي، لأنه لازم تعرفي إنه في طاقات منا موجودة بهالمؤسسة. وبالتالي المشروع اللي انعمل هو لنجي نقول إنه لازم يكون في تنوع بالطقم الإداري تبع أي مؤسسة حتى تقدر هالمؤسسة يكون عندها كل الطاقات. أقوى المؤسسات هن اللي بيجمعوا السيدات والرجال وبيخلقوا بيناتهم تناغم وتعاون حتى هن يفهموا إنه ما فيهم بلا بعضهم. دكتورة نهلة أبو دياب، أنت امرأة لم تضعفك عراقيل الحياة ولم تتراجعي أمامها. لديك كتاب هو بين يدي الآن، Untamable أو غير قابل للترويض. في جزئه الأول يستعرض تجربتك الشخصية، وفي جزئه الثاني مجموعة من الخطوات لتحويل الفشل إلى نجاح وإلى فرص عمل. لو تحدثينا عن بعض هذه الخطوات. سبب الكتاب كتير مهم. سبب الكتاب كان إنه خفت إنه ما يصير لي مجال أعلم أولادي شو تعلمت من الحياة، وكنت محتارة كيف بدي أعمل هذا الشيء، وقررت أكتب كتاب. هدفي كان أولادي شخصين. سو أول شقفة من الكتاب هي تجارب صغيرة قاسية، لأنه كان بدي القارئ يشوف قدي ممكن الحياة فيها تكون قاسية. وبنفس الوقت بتاني جزء استعملت هالتجارب القاسية وفرجيت القارئ كيف تعاطيت معها لقلبتها لنجاحات. دكتورة نهلة أبو دياب، يقول للبعض إن السعيدة في العمل تعيس في الحب، لكن هذه المقولة لا تنطبق عليك في الواقع. علاقتك بزوجك تمنح الأمل لكثيرين بأن هذا الشعور الجميل موجود ويستمر ويدوم ويمنح المرأة الاستقرار والنجاح. هل صحيح أنك قلت لوالدتك وأنت في عمر السادسة أنك ستتزوجين ذاك الرجل؟ هي صحيح مزبوط، ما حدا يطلب مني أشرح شو كنت حاسة، بس أنا برأيي اللي من الإنسان يكتشف الحب بياخده معه وين ما راح. مش ممكن تكتشف الحب والحب يكون محطوط بإطار معين. إذا بتكتشف الحب رح تاخذ الحب على المؤسسة، رح تخليه يكون بعلاقاتك
مع أولادك، بعلاقتك الزوجية، بعلاقتك مع أصدقائك. سو مش ممكن إذا بتحبي بتحبي وين ما كان. إيه أنا زوجي كنت أحلم فيه من أنا وطفلة، ما بعرف ليش، وحلمي تحقق. سو بشجع كل العالم تحلم، لأنه الأحلام كلها بتتحقق إذا الواحد ضلوا يحلم فيها. والحمد لله إنه العلاقة اللي بتبلش على قرارات سليمة وفيها نوايا حسنة من الطرفين وما فيها أنانية، هيدي علاقة مش ممكن إلا ما رح تنجح. سو مش أنا محظوظة، هي هودي العوامل رح يؤدوا لزواج سعيد وحياة سعيد. الماضي بالنسبة إليك مساحة للخبرات، والحاضر مساحة لحصاد مزرعتي. ماذا عن المستقبل؟ ماذا تتمنين أن تحققي بعد؟ ما الذي لم تحققي بالأحرى؟ كل امرأة أنا بقدر ساعدها لتشع نورها، هيدا حلمي. ليه؟ لأنه لما نشع نورها رح تعطيني السعادة إلي ولكل الحواليا. أولويتك في المستقبل هي المرأة، إنجاز تحقق المرأة. هي برهنت، بدي برهن بالأدلة والبراهين إنه لمن المرأة ترتاح وتحس بسلام داخلي، هي فيها تساعد كل الناس. مسيرتك الحافلة بالمحطات مليئة بالعبر وبدروس الحياة. لو طلبنا منك دكتورة نهلة أبو دياب أن تختاري نصيحة لجيل المستقبل، ماذا ستقولين؟ ختاما دكتورة نهلة أبو دياب لك الكلمة. بنصح الأهل يظهروا من فكرة إنه هني هدفهم تربية أولادهم، وينتقلوا لمحل وين هني هدفهم يخلقوا جو بيخلوا أولادهم يشعروا بالسلام وبالحب، حتى أولادهم يقدروا يلاقوا نفسهم. بنصح الشباب يتحرروا من البرمجة الاجتماعية اللي هني عم بيكونوا معرضين إلها بلا ما هني يحسوا. حرروا عقولكم. سو أنا بسبب أولادي عم بعمل اللي أنا عم بعمله، وخلي الأهل يستفيدوا من أولادهم، بس ليقدروا يستفيدوا بدو يغيروا نظرتهم من أنهم ينظروا لأولادهم أنه هني عم بيربوا الأولاد، لينظروا لهم أنه هني مصدر إلهام لنجاحهم.